أهلاً ومرحباً بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجسي. ها نحن طلابي نلتقي معكم خلال هذه الفترة للحديث عن فيلم جديد من أفلام اللغة العربية الموجودة معنا من ضمن الخطة والمعنون بفيلم وجدة. نقول طلابي بداية بأن فيلم وجدة هو فيلم سعودي. إذن هو فيلم سعودي من إخراج المخرجة الكبيرة هيفاء منصور، ويضم طاقم العمل بهذا الفيلم عدد من الشخصيات، منهم وجدة وأمها والطفل عبد الله ووالد وجدة والأستاذة حصة وغيرها من الشخصيات الثانوية. ولكن هنا طلابي أود أن أقول بأن المبدعة والكاتبة المؤلفة المخرجة هيفاء منصور أبدعت في إصدار هذا الفيلم وفي إخراجه، فهو صدر عام 2012، وهو يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية. وهنا طلابي هناك خصوصية في الموضوع سيتم عنها الحديث فيما بعد، حيث يرى من يروي الفيلم قصة إنسانية، بحيث يهتم بقيم كثيرة والتي سيتم عرضها فيما بعد، مثل قيمة الحب، الحياة، الإصرار والعمل، الدؤوب، العمل، ويشمل إسقاطات على وضع المرأة السعودية. أيضاً يعرض لنا الفيلم فكرة تربية الأبناء، ويعرض لنا فكرة وموضوع الطبقية في الفيلم، ما بين وجدة وما بين عبد الله، ما بين والدة وجدة وما بين الزوجة الجديدة، وأيضاً ما بين والدة وجدة والسائق. إذن هناك أفكار مختلفة، وعندما نتحدث عن تربية الأبناء من الموضوعات التي سيتم دراستها، نحن نتحدث عن موضوع تربية الأبناء ذكوراً وتربية الأبناء إناثاً. أيضاً نقول طلابتي بأن هذا الفيلم نشأت قصته نتيجة للإحباط الناجم عن الأمور التي تواجهها المرأة في المملكة العربية السعودية، ومن بينها محدودية الحركة، عدم وجود سبل للتعبير الفني، وصاية الذكور، خلط القبلية بالدين، محدودية الأنشطة خارج المنزل بالنسبة للنساء، ارتفاع معدلات الوفيات المرأة في حوادث السير بسبب قلة خبرة السائقين وسوء حالة الطرق، كما ذكرت تربية الأبناء، كما ذكرت الطبقية. هناك عدة موضوعات، وللعلم أكثر الأفلام التي يتم العرض والتعامل معها من خلال الأسابيع الماضية والعناوين المطروحة كفيلم الثلاثة يشتغلونها، فيلم أريد حلاً، فيلم الأيدي الناعمة، هذه رواية دعاء الكروان التي أخذناها الأسبوع الماضي، هذه كلها عناوين تتحدث، فيلم الكابتن أبو الرائد أيضاً، إما عن البطالة، إما عن الفقر، إما عن الطلاق، عن تربية الأبناء، عن الطبقية، عن أهمية العلم على مستوى الوطن العربي بشكل عام، وأن اختلف إخراج الفيلم ومكان تصويره من مصر إلى الأردن إلى الآن في السعودية. في الأسبوع الماضي مع الكابتن أبو الرائد كنا في الأردن وعرضنا عدة موضوعات مهمة بالنسبة لهذا الموضوع. نقول طلبتي بأن الكاتبة والمخرجة هيفاء منصور أبدعت بهذا الفيلم، ولخصت لنا بأن الفيلم يدور حول تلميذة اسمها وجدة. هذه التلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات، تلميذة في المدرسة، مشاكسة، متمردة، شخصية قوية، ذكية، طريفة، لها كثير من الوصفات. تريد أن تغير من الواقع، بحيث أنها أرادت أن تركب البسكليت أو السيكل حسب ما يسمونه، ولكن في المجتمع السعودي من الممنوع على المرأة أن تركب هذا البسكليت لأنه هو للذكور فقط. وهنا تبدأ القصة والحوارية التي تحدثنا عنها في بداية الفيديو والتي سنأخذها خلال الأسبوع المقرر لنا. أيضا طلابي، يعني الفيلم لاقى انتشار واسع، قلت لك لأنه من منطقة محظورة، وانتشر هذا الفيلم بهذه الأفكار وهذه العوامل التي طلبها وأرادها كاتب الفيلم.
ولكن في النهاية يعني هناك يعني شيء ديني وشيء سياسي، شيء اقتصادي، شيء اجتماعي في موضوع الفيلم، وهناك فيه أيضا معنى السلم المجتمعي، بحيث أن والد وجدة أراد أن يتزوج على والدتها لأنه يريد طفل ذكر، وهذا موجود في مجتمعاتنا العربية، وهو التعداد في الأزواج من أجل أن تنجب له طفلا الزوجة الجديدة. طلابي، محمل هذا الفيلم بأشياء كثيرة، نتمنى عليكم دراسته أكثر وأكثر والتعمق عندما نبدأ بشرحه والتطرق إلى الموضوعات المهمة. هذا طلابي مجمل حديثنا عن فيلم وجدة، سيكون لنا لقاءات وإضاءات على عدة موضوعات طلبتي. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله خلال الفترة القادمة. دمتم برعاية الله طلابي.